السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب، واهلا بيكم في قناتي، قناة اكلات سهلة وبسيطة. معكم يوسف ودي قناتي. النهاردة بإذن الله جاي لكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض الممبار وكوارع بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هقولك ازاي طريقة الحشو الممبار من الاول للاخر، والكوارع بتاعتنا طعمها في منتهى الروعة والجمال لو عملتوها بالطريقة دي، بإذن الله هتعجبك جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعي النهاردة، صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. يلا مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، ما تحرمش منكم أبدا أبدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمس. ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير. في البداية كده هنعمل مع بعض الصلصة بتاعت الممبار. اول حاجة هنجيب الطاسة بتاعتنا ونحط فيها شوية حلوين كده محترمين من الزيت كده، اي مادة دهنية، او تقدر تحط سمنة. عندي بقى قطعة من اللي او الدهن كده زي ما انتم شايفين، بتدي طعم حلو قوي في الخلطة دي بتاعت الممبار. ونديلهم تقليبة مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بعد كده عندي بقى بصلتين كبار مفرومين في الكبة، وهقلب البصل زي ما انتم شايفين كده اول ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده. عندي بقى عصير الطماطم، اي كمية ايا كان على حسب كمية الممبار بتاعك. اسفل الجزء من المقطع اتقطع معايا، وهنا بقى الصلصه بتاعتنا اتسبكت اهي. بعد كده حطيت عليها التوابل او البهارات، كمون وفلفل اسود وكزبره وبهارات المحشي برضو بتضيفيها، بتدي طعم حلو قوي. وضفت عليهم مكعبين من مرقه الدجاج. وبعد كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما انتم شايفين اهي، شايفين هي كده اتشربت منها الميه خالص، ما فيهاش اي سوائل خالص. بعد كده بتطفي عليها النار زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة عندي بقى كمية الرز زي ما تحبوا، اي كمية زي ما انتوا حابين كده. الرز بتاعي غسلاه، الرز بتاعي المصري العادي، غسلته ونضفته كويس كده وصفيته من المية كده زي ما انتوا شايفين. عندي بقى الخضرة بتاعتي الشبت وكزبرة وبقدونس، فرمتهم بالشكل دون كده. بعد كده حطيتهم على الرز زي ما انتوا شايفين. عندي بقى الصلصة متسبكة هي وشكلها في منتهى الروعة والجمال، حمرة ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. هقلب بقى الرز مع الصلصة والخضرة كده زي ما انت شايفين، الكمية اللي انت حباها على حسب كمية الممبار زي ما قلت لكم. تمام كده الرز بتاعي اهو زي ما انت شايفين. هنا بقى عند الممبار اهو زي ما انت شايفين، انا نقعته الاول في مية وملح وليمون، وحطيت عليه معلقة طحينة وشوية دقيق، وسبته علشان يشيل الزفارة حوالي ساعتين كده. وبعد كده شطفته زي ما انتم شايفين وقطعته بالشكل ده. هنجيب بقى الرز بتاعنا، نبدأ بقى نحشي الممبار كده. تفتحيه من النص زي ما انتم شايفين كده ما بين صباعك، تدخلي الصباعين بتوع ايديك كده، تقدروا تحطوهم كده وتحشي الرز بنفس الطريقة كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين، مش بتملي الممبار، لازم تعملي بايديك كده زي ما انتم شايفين عشان ما يفرقعش معاكي، بنفس الطريقة كده. نجيب كمان واحدة برضو نفتحها بصباعك كده الاتنين كده، وتقدر تحطيها كده زي ما انت شايفين، وبايديك التانية تقدر تحط الرز كده بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا والله يا بنات، وطعمه كمان في منتهى الروعة والجمال. لو حابة تحشيه بالقمح مفيش مشكلة، الطريقة اللي تريحك اهو زي ما انت شايفين. في الوقت ده بتكون محضرة مية على البوتاجاز كده علشان تغلي معاك الاول على بال ما تحشي الممبار، بعد كده تسقطي فيه الممبار كده. هنحشي بقى الممبار بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين، وهخلص بقيه الكميه عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هتحشيه بنفس الطريقه كده. هنا بقى بعد ما حشيت الممبار، الميه بتاعتنا اهي بدات تدخل على غليان اهي، حطيت بصل وطماطم ورق لوري ومعلقه من الفلفل الاسود، وحطيت حبهان زي ما انتم شايفين كده. التوابل اللي تقدر تضيفيها تضيفيها. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده عند الممبار اهو، هسقطه بقى في الميه زي ما انتم شايفين. بتنزل الممبار زي ما انتم شايفين، طريقة سهلة جدا. واول ما المية بتاعتي تبدأ بقى في الغليان بتسيبيه حوالي نص ساعة كده، هو يستوي معاكي في حوالي نص ساعة كده، ما بياخدش وقت خالص. تديله تقليبة كده زي ما انتم شايفين، اول ما يغلي اهو هتسيبيه بقى على النار بتاعك على نار هادية خالص حوالي نص ساعة، وبإذن الله هتاكلي احلى واطعم ممبار زي ما انتم شايفين اهو. سبته نص ساعة اهو، شايفين شكل الممبار عامل ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله، عملت كمية كبيرة جدا. هنجيب بقى طبق كده ونطلع منه الممبار من الشوربة بتاعته، مش تسيبيه في الشوربة ولا حاجة، بطلعه على طول ونسيبه على التحمير. تمام كده
هنروح بقى على الكوارع بينا بقى نعمل الكوارع. عندي الحلة على النار اهي زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها شوية من المية، واول ما المية بتاعتي بتغلي عندي بقى الكوارع بتاعتي اهي متقطعة زي ما انتوا شايفين، وعندي بصلايه وجزرايه، عايزة تحط طماطمايه وورق لوري وفلفل اسود وحبهان، التوابل اللي انت حباها وعود ورق من القرفة تقدر تحطيه برضو مفيش مشكلة خالص. بدأت انزل بالكوارع في المية زي ما انتوا شايفين، وحطيت البصلايه والجزرايه بنفس الطريقة كده، وحطيت رشة بسيطة من الفلفل الاسود. بعد كده حطيت ورق لوري من مطحون، حطيت فيه منه رشة، وحطيت حبهان، التوابل اللي انت حابة تضيفيها في الشوربة في شوربة الكوارع زي ما انت حابة، وحطيت بعد كده طماطماية. هتسيبي بقى الكوارع بتاعتك تستوي بقى على نار هادية خالص، هتاخد معاكي حوالي نص ساعة على حسب برضو زي ما انت شايفين كده، بشيل اي شوائب كده في الشوربة عليها من فوق. بعد كده بقى بتضيف الملح بتاعك بقى على حسب بقى ما تحطي الملح، بتدوقي بقى كده لو محتاج ملح ولا حاجة بتزود، بتدي له غلوة كده. هي الكوارع بتاعتك استوت معايا زي ما انتوا شايفين اهو، الكوارع استوت بسم الله ما شاء الله، ما اخدتش وقت معايا خالص، هي تمام كده. هنعمل بقى الطشة بتاع الكوارع. عندي بقى طاسة حطيت فيها شوية من الزيت، وبعد كده عندي بقى معلقة الثوم المهروس مفرزة اهو زي ما انتوا شايفين، حطيته كده زي ما انتوا شايفين كده. هنشوح الثوم مع الزيت كده، نديله تشويحة لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده، اول ما ياخد لون اصفر كده هبدأ بقى احط معلقة من الكزبرة، بتدي طعم حلو زي ما انتوا شايفين، قلبتها وتاخد اللون الذهبي الجميل كده. وبعد كده ننزل بيها على الكوارع بتاعتنا. عايزة اقول لكم هتاخدوا اطعم واحلى شوربة كوارع لو عملتها بالطشة دي. التومة بقت جاهزة معانا اهي، حطيتها على شوربة الكوارع، تاخد غلوة بس وهنطفي عليها النار. وبألف هنا عليكم حبايب قلبي، شايفين الفيديو بتاعي سهل وبسيط جدا وطعمه لذيذ جدا زي ما انت شايفين كده الكوارع بتاعتنا، وعملت بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة من الممبار. نيجي بقى نحمر الممبار مع بعض. هنجيب الطاسة بتاعتنا وشوية من الزيت الغزير كده، علشان انا بحب اعمله في زيت كتير كده في الطاسة، بيدي طعم حلو قوي في الممبار. وبعد كده بتنزلي بقى بالممبار بتاعك تحمريه، واول ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده زي المشر بالظبط تقلبيه على الجنب التاني زي ما انت شايفين، خدي بالك علشان الزيت بس، بتقلبيه بالشكل دوت. شايفين قد ايه الفيديو بتاعنا سهل وبسيط جدا اهو، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون لذيذ على قلبكم كده. ما تنسوش حبايب قلبي بقى تحطوا لي لايك واشتراك في القناه. اهو شايفين شكل الممبار بتاعي، بصوا الجمال، شايفين لونه عامل ازاي، هنحمره بالشكل دوت كده. شايفين قد ايه شكله حلو جدا وطعمه لذيذ جدا، جربوه يا بنات والله العظيم هيعجبكم جدا جدا. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص، حمرنا الممبار اهو والكوارع بتاعتنا اهي. عايزه اقول لكم شوربة الكوارع تحفة جدا والله يا بنات لو عملتوه بالطريقة دي. زي ما انت شايفين كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا له لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وكمان مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل. استنوا الفيديوهات الجاية بإذن الله، أشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، مع ألف سلامة.